إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أوامر الله تعالى لعباده بالتقوى متتابعة، ولا يزال سبحانه وتعالى يوصينا في كتابه بتقواه. واتقوا الله ويعلمكم الله، ويبشرنا بالثواب وبالجزاء المعجل قبل المؤجل، كتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وقالت امرأة من أهل البادية لابنها: يا بني، أوصيك بتقوى الله، فإن قليلها أجدى عليك من كثير عقلك. لا وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى جماع كل خير، وكنز عزيز إن ظفرت به ففيه خير كثير ورزق كريم وملك عظيم يجمع لك خير الدنيا والآخرة. التقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات، فعل الواجبات واجتناب المحرمات، العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. التقوى خشية مستمرة، والتقوى فضائلها عظيمة وخيراتها جليلة وعاقبتها طيبة، خيرها عاجل وبرها آجل، ومحبة الله من عواقبها، فإن الله يحب المتقين. من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. التقوى تستوجب معية الله بنصره وتأييده وتسديده. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. رعاية، حماية، أمان. التقوى مجلبة لحفظ الله وتأييده. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. تحفظ من كيد الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. أخذ يوسف من أبيه صغيرا، ورمي في الجب معرضا للهلاك، وأخذ ليباع عبدا بدراهم معدودة، ويجعل في القصر متعرضا لفتنة الشهوات، ثم يدخل السجن مظلوما، فماذا كانت عاقبته؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فآتاه الله الملك، فعلى كل من ظلمه
وصار سيدا عليهم. ما خرج عبد من ذل المعصية إلى عز التقوى إلا أغناه الله بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا رفيق. نادى عمران بن النعمان أهل حمص وأمراء الأجناد عندما أرسل عليهم الفرس 80 فيلا، فكادت تنفض الخيول وتضطرب صفوف المسلمين. فلما أعيت الأمور المسلمين نادوا مرارا لا حول ولا قوة إلا بالله، فكف الله الفيلة وسلط عليها الحر ففزعت إلى الماء، فما استطاع سواسها ولا أصحابها حبسها، وحملت خيل المسلمين على الفرس، فكان الفتح بإذن الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. التقوى أمر معروف لكن عاقبته جليلة، تطرد الحزن والخوف، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتنجي العبد من المهالك والمآزق والضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهذا يبحث عن وظيفة فلا يجد إلا أعمالا فيها محرمات فيتركها لله، فيعوضه الله بعد حين خيرا عظيما من عنده، لكن لا بد من مدة صبر. وهذا شاب تعرض للمحرمات والمغريات ودعته من دعته ودعي إلى الحرام مرارا، فاتقى وصبر. والصبر مر، وترك المغريات والشهوات المحرمة ثقيل الوطأة، لكن عاقبته عظيمة. فزوجه الله تعالى زوجة ذات جمال ودين، حفظت عليه دينه ودنياه، فرأى فيها فرج الله وعاقبة التقوى. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، ويجعل الله من بعد عسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وإذا اجتنب معصيته وفقه للطاعة. وهكذا ينقل الله المتقين من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، وينجيهم من ألوان المحرمات إلى ظلال الحلال والمباحات، ومن الضيق والكربات إلى السعة والفرج، ومن النار إلى الجنة. كان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه لكم، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فاغتاظت فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت من الراعي. فلما ولدت قالت للقوم هو من جريج، فأتوا فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. رواه مسلم. أنطقه الله ونجاه بتقواه، أنطق الله الغلام بهذه الكرامة ونجى جريجا بصلاته وتقواه، ويجعل الله لأوليائه مخارج عند الشدة، فليس كنصر الله للمرء عدة، كما أن تقوى الله خير الذخائر. وما أكثر الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجا
وقد حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة أصحاب الغار الذين نجاهم الله من تلك المهلكة بأعمال صالحة اتقوا فيها ربهم. إن تقوى الله نعم الملجأ، ورجاء الناس بئس النبأ، قلما يبرأ منهوك الحجاء عن هداه بعماه يربأ.